مازالنا مع البيشامال والله غير شغل يطيب في الميفاي. نورمالمون لازم تنزيد شويه فارينة باسكو جات الزبده غالبه على الفارينة. هكا باش البيشامال تاعنا تجي سوا سوا. بعد الدهان وقت الفرماج، وباينه شويه هكذا راح تزيد لها الحليب. الحليب هاك ندير الحليب جيش ما نشوف المكونات في ثلاثه تخلطوا مع بعضهم وتجانسوا صايي. ما انا يا توتة على كي راكي تحركي هكذا في المغرف سناني امي يشطحوا. وانا ما حبيتش نكثر البيشاميل بيسك راني حندير فرماج ربي هو يغطي عليها. الحمد لله الغراتان راه واجد يدخل في الفور. شحال يقعد في الفور؟ 5 مينيت برك ما نطولش بيه ونعاود نخرجو ونعاود ندير فرماج ربي ومن بعد خلاص يوجد.